فعلى بركة الله متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على القناة، قناة شوف تي في. أمطار الخير ولله الحمد بإقليم تازة، كانت أمطار عاصفية قوية في هذا الأثناء بالإقليم ولله الحمد. تابع القناة. فالله يعطينا الشتاء على قد نفع متابعي قناة شوف تي في، الله يعطينا على قد نفع، ونتمنى وان شاء الله الخير يجي مع الشتاء، ونتمنى ان شاء الله البركة تجي مع الشتاء. متابعي قناتنا قناة شوف تي في، تحية للجميع. سيدي السعد ألف تحية لك سيدي السعد، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في، ومرحبا بكم في هذا البث متابعي القناة. نتمنى الخير من عند الله، نتمنى السلامة والعافية للجميع متابعي القناة. فعرفت في 48 ساعة إقليم تازة أمطار رعدية عاصفية، رغم أن أمطار كتدوز على غفلة، لكن كتخلي واحد الوقع ديالها. البارح حي القدس بتازة متابعي قناة شوف تي في 15 دقيقة ديال الشتا غنرق صحي. فنتمنى والله فنتمنى متابعي قناة شوف تي في الله يعطينا الشتا كما كنقول على قد نفع، والله يعطيها لنا بدون اضرار لا في البنية التحتية ولا اضرار بشرية. متابعي قناة شوف تي في، تحية سعد يا اخي، تحية للجميع. ايه القدس واحد البارح كانت فيه امطار، فاللي خلات صدى دخل البث المباشر قناة شوف تي في ليلة البارحة كتلقى امطار عاصفية، ودخلت انا بيدي في وسط الماء، رجعت للدار مقد، كل شيء في زك، الصباط في زك، التقاشر في زكو، والحوايج ديالنا في زكو. متابعي قناة شوف تي في والحمد لله على كل شيء، الحمد لله. تبارك الله على خويا عبد الله، تحيه معاك شيباني من فرنسا، مرحبا يا اخي، مرحبا عبد التازه. الحمد لله عرفت التازه غير هاد الاثناء تساقط مطريه او امطار عاصفيه قويه، الحمد لله حبست ولله الحمد، الحمد لله الحمد لله. لكن متابعي قناه شوف تي في فنتمنوا الخير من عند الله، ونتمنوا السلامه والعافيه للجميع اصدقاء القناه. الله يعطينا الشتا كما كنقولوا على قد نفع، والله يعطيها لنا بدون مشاكل. الجميع جميع متابعي قناتنا قناة شوف تي في من هذا المنبر، أمطار ولله الحمد. متابعي قناة شوف تي في تحية لكم من هذا المنبر، عاد حبست الأمطار الرعدية اللي كانت مرت على إقليم تازة ولله الحمد. متابعي القناة فتحية والله حداك غير تهزو غير اخويا.
احترامات يا اخي. وانا اعتذر لمتابعي القناه، والف تحيه لكم، مرحبا بكم معنا كملوا الجوله ديالنا متابعي قناه شيبس في هذا بعد ما كانت امطار هذه واحد ربع ساعه، وليني الحمد لله غادي ندير واحد الجوله متابعي قناه شفتي مباشره من اقليم تازه، ونشوفوا الاجواء كي دايره. الحمد لله هي اجواء مزيانه ولله الحمد اصدقاء شفتي، فتحيه للجميع جميع متابعي قناتنا قناة شوف تي في داخل المغرب وخارج المغرب. نتمنوا الخير من عند الله، نتمنوا هذه الامطار انها تمر الرساله للمسؤولين، كاين بعض المسؤولين اللي غاشين في البنيه التحتيه واللي بان العيب ديال البنيه التحتيه مع هذه الامطار الاخيره. متابعي قناة شوف تي في كما قلنا البارح اقليم تازه في 16 دقيقه كان اللي كان، ونتمناو الخير من عند الله، الخير من عند الله والسلامة والعافية للجميع من قلب إقليم تازة. فألف تحية لكم من هذا المنبر، منبر القناة قناة شوف تي في، تحية لكم ونتمناو الخير من عند الله، أقولها الخير من عند الله والسلامة والعافية للجميع. الحمد لله الخير كيجي مع الشتا، الخير كيجي مع الشتا وكيكبر الزرع وكيكبر الشعير والحمد لله الحمد لله الحمد لله. ولكن متابعي قناة شفتي المشكل فين كاين؟ كاين في البنيه التحتيه اللي بعض المرات كتعرف مجموعه من الخروقات اصدقاء شفتي فيه. فانتم الان مباشره من اقليم تازه ولله الحمد، مرحبا بكم. معنا في هذه الجولة متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذه الجولة متابعي القناة، وتحية لكم ومرحبا بكم معنا بالآراء ديالكم وبالتعليقات ديالكم، وقولوا لنا واش المدن اللي فيهم نتوما كاين أمطار الخير أو لا. فإقليم تازة الحمد لله كتعرف دابا تساقطات مطرية مهمة، قبيلات كانت واحد أمطار رعدية متابعي قناة شوف تي في، الحمد لله ألف تحية للجميع اللي جات من عند الله، مرحبا بها أجل الوداد ريم، مرحبا بأي حاجة إيجابية. لكن كاين رسالة للمسؤول عن البنية التحتية، فبعد الدار البيضاء وكارثة طنجة وتطوان والقصر الصغير، فهذه رسالة للمسؤولين باش يتوخوا الحيطة والحذر من المسؤولية، وخصهم يمرروا الرسائل ديالهم بكل أمانة متابعي قناة شوف تي في. إلا نقصنا إلى المسؤول عرف حس المسؤولية وخدم بمسؤولية، فنتمنى وإن شاء الله متابعي القناة ما يتعقدش الوضع في المجال القروي وفي جماعات متابعي قناة شوف تي في، فنتمنى الخير دائما. وافتحي لكم من هذا المنبر منبر قناة شوف تي في. تحياتي من شفشاون اجل رضوان من شفشاون، تحية لك يا اخي، تحية للجميع، مرحبا بكم معنا في جميع جميع المدن المغربية، مرحبا بكم معنا وتحية لكم من هذا المنبر منبر شوف تي في. تحية لكم متابعي قناتنا قناة شوف تي في. والله يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكة متابعي القناة. نتمنى الخير من عند الله، نتمنى السلامة والعافية للجميع. فمرحبا بكم معنا هذا المنبر منبر شوف تي في، وتحية للجميع. أمطار طوفانية كانت على عرفتها إقليم تازة هذه واحد نصف ساعة، نتمنوا الخير ونتمنوا السلامة ونتمنوا إن شاء الله الرسالة ديالنا تكون وصلت للمسؤولين وما ياخذوش منا واحد
نظره سلبيه بالايجابيه. الدور ديالنا كاعلام اننا نشوفوا كامل الخلل ونعطيو رساله للمسؤول. الحمد لله الحمد لله مجموعه من المواضيع ناقشناها والمسؤول خداها بعين الاعتبار. نشكرك ايها المسؤول، نشكرك على اخذ مجموعه من المواضيع بعين الاعتبار. هذاك هو الدور ديالنا كاعلام. ومجموعه من الجماعات اللي ما كانش كتوصلها صحافه نهائيا، قناه شوف تي في دقه البيبان ديال مجموعه جماعات، بزاف ديال الساكنه اللي زارتهم قناه شوف تي في، بزاف ديال الدواوير لايصال صوت المواطن المغربي متبع قناه شوف تي في من قلب اقليمي تازة. الحمد لله امطار الخير في هذه الاثناء ولله الحمد. نتمنى والله يعطيها لنا على قد النفع، ونتمنى ما تكونش شي امطار قويه وكارثيه. متبع قناه شوف تي في نتمنى ما تكونش شي امطار قويه او امطار كارثيه. متبع قناتنا قناه شوف تي في مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناه شوف تي في من قلب اقليمي تازة. تحيه لكم وتحيه لجميع متابعي قناه شوف تي في. اقليم تازة صفر حاله هذا اليوم من حيث عدد الاصابات بالكوفيد 19 وامطار قويه بهذا الاقليم ولله الحمد. فتحيه لكم من هذا المنبر منبر شوف تي في، وتحيه للجميع جميع متابعي قناتنا قناه شوف تي في داخل المغرب وخارج المغرب. الف تحيه لكم، مرحبا بكم معنا في هذه الجولة المسائية متابعي قناة مع هذه الأمطار. تحية لك أخي عبد الله، شكرا عزيز التازي، شكرا لك أخي عزيز التازي، وتحية لك، تحية للجميع، تحية لكم من هذا المنبر. تحيه لك من بولمان الاطلس، ان شاء الله غادي نجيو لبولمان نهار الاثنين ان شاء الله باذن الله، لنا زياره لبولمان زياره عمل متبع قناه شوف تي في. فنتمنوا اننا ندوزوا نهار بولمان ونشوفوا الاجواء كي دايره في هذه المنطقه باذن الله تعالى. متبع القناه تقبلوا تحيه طاقم شوف تي في من قلب اقليمي تازة، نشكركم على التواصل ديالكم معنا داخل الإقليم وخارج الإقليم وداخل المغرب وخارج المغرب. متابعي القناة تقبلوا تحية طاقم شوف تي في، ألف تحية للجميع جميع متابعي قناتنا مرحبا بك. شكرا لك، نهار إن شاء الله نكونوا في بولمان بإذن الله، غادي نديروا جولات نديروا لقاءات إن شاء الله، غادي نجيو على حسب حالة إنسانية في بولمان بإذن الله. فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر أصدقاء شوف تي في، مرحبا بكم وألف تحية لكم من هذا المنبر منبر قناة. مرحبا بالجميع داخل الوطن وخارج الوطن مباشرة من إقليم تازة، وشكر خاص لقناة شوف تي في والتواجد ديالها بإقليم تازة باش حتى إقليم تازة يولي مشهد من المشاهد الإعلامية داخل الساحة الوطنية. شكرا شوف تي في للتواجد ديالها بإقليم تازة. وطات الحاج أجل يا أخي، وطات الحاج ما مشيتلوش مش حال هذه، وطات الحاج أجل يا أخي، وطات الحاج
خصنا نديرو جوله بوطات الحاج يا اخي. عندكم شي رسائل فوطات الحاج صيفطوها لنا؟ عندكم شي شكايات فوطات الحاج صيفطوها لنا؟ عندكم شي مشاكل فوطات الحاج صيفطوها لنا؟ وقناه شوف تي في كما كتشوفوا تجيل وطات الحاج. حنا جينا تقريبا جوج المرات، اخر مره جينا على شي جريمه قتل شي سيده تما اللي كانت جريمه قتل وتمثيل بالجثه، مازال نعقلوا عليها. لا اله الا محمد رسول الله. فمرحبا، تحيه من الجزائر، تحيه لك يا اخي من الجزائر، الشقيقه والاخوه الجزائريين اصدقاء ديالنا، تحيه لكم، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر، تحيه باي جزائري معنا في هذا البث المباشر ومرحبا بكم. ف وكما كنقولوا حنا خوه لنا علاقه طيبه مع الشعب الجزائري. مرحبا بكم معنا في البث المباشر على قناه الشوف تي في. فنتمنى الخير للجميع، السلامه والعافيه للجميع. كانت امطار قويه هاد الاثناء باقليمي التازة، امطار رعديه لكن عابره، فهذه المره الثانيه على التوالي في 48 ساعه امطار. البارح عرفت الامطار، عرفت غرق احد الاحياء بالقدس، قدس واحد اللي عرف امطار عاصفيه. متبع قناه شوف تي في، ما عسايا ان اقول الله يفاجئها والله يعطينا الشتاء على قد نفع، هذا ما اقول، الله يفاجئها والله يعطينا الشتاء على قد نفع. فأين المسؤول ومن المسؤول؟ متبع قناة شوف تي في على الخروقات اللي كاينة في البنية التحتية، مجموعة من الأقاليم حتى إقليم تازة كيعرف خروقات من نوع خاص. متبع قناة شوف تي في في البنية التحتية، تقبلوا تحيات طاقم شوف تي في بإقليم تازة. كان معكم عبد الله في التغطية، أستودعكم الله، وغنتلاقوا بعد قليل في جولة أخرى وبرنامج ليلي موضوع اجتماعي. متبع قناة من هنا لذاك الوقت، راكم اعزاز، الى اللقاء.